هذه الدورة الثانية لجوائز التميز الصحفي في الإعلام التنموي التي أقرتها وكالة بيت مال القدس الشريف، وهي موجهة لطلاب معاهد الإعلام في المغرب وفي فلسطين لترسيخ مكانة القدس ومركزها الديني والحضاري في ذاكرة الأجيال الصحفية، دفاعا عن قيم الحرية والعدالة و الإنصاف، ثم طبعا من خلال العمل الذي يقومون به على مستوى البحوث والأعمال التي تندرج في سياق الترويج للكلمة ذات المصداقية والكلمة كذلك البناءة. وهذه في الحقيقة تمرين تربوي مهم موجه لهؤلاء الطلاب لتحفيزهم على احترام معايير المهنة ثم معايير الأمان أيضا في ممارسة هذه المهنة. ولذلك تم إقرار أيضا ميدالية الشجاعة والإقدام للصحفيين الذين قدموا تضحيات في سبيل إعلاء كلمة الحق. واليوم أيضا نوزع منحة دعم حرية الإعلام في فلسطين لمنبرين إعلاميين فلسطينيين شابين في القدس الشريف.